شنو هاد الخلاط هاي؟ كيف توصيه؟ وش أخينا وشنو هذا؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في شكل وش شيء أخينا. أنا في فرع توصيل. قبل ما نمد كلمة خوتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر للناس يشكر الله. حجر لا نشكره ربي سبحانه يوفقنا ويقدرنا اليوم نفاد الكمية على الفيستا. نشكره الطيب وكتب بقوة عندي، والله يطول عن قلشكم صاحب توصيل. مدته فيها ثقه وتليفون محبش وليكم خاوتي فرحكم. ما عندي لها رود في التوصيل خاوتي، التوصيل عندي لها رود والله غير عندي لها رود. البوكس اللي حق لكم توصيل تخشير التوصيل غدوا عندنا جيلي زارا خاوتي تكون غير بروموس سبيس حق التوصيل. وغدوا دخول سلعه بليزا اديداس حق لكم خاوتي. نشكركم بزاف خاوتي. توصيل صيف شتاء رمضان قلشكم العيسى خرجكم خاوتي. والله ما راني حابس، راح عندي صحاب لي اي كوميرس او جي اخينا خاوتي. ندير رود باذن الله ربي سبحانه شنو يوفقني. المنتوج تاعي هذا صاحبي هذا الساشي يدخل كاع البوي الجزائري زيكا بدار ديبوزيت تاعي باش يحط البورتي تاعي كاع في اللي قلت الولايه يكون كاع في الله. غدوه هذا برنامج جديد برنامج حبسين هذا من فضل ربي. السلام عليكم.